الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرسل إلي أخ فاضل من كندا لم أقابله، يبدو أنه هو بيتابع بعض الدروس لنا على النت، اسمه لؤي حباب، وهو رفاعي حسيني وأصوله من الشام ويسكن في كندا ويكمل اختصاصه في الطب. بيطلب مني أني أشرح له رسالة التوحيد للعارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي، وهي رسالة مشهورة معلومة اهتم بها العلماء بشرحها على مر العصور. فبدلا من أن أكتبها قلت أن أشرحها على الناس حتى يستفيدوا بها وأستفيد معهم. والشيخ أرسلان الدمشقي أصله تركماني، ولد سنة حوالي 470 هجري، وتوفي سنة حوالي 541 هجرية أيام الحروب الصليبية. وكان ولد في مدينة قرية صغيرة بجوار الرقة في سوريا. الشيخ أرسلان الدمشقي أجداده من تركمان، والده كان جنديا يحارب الصليبيين وعمل في النجارة، وهو ورث مهنة النجارة عن أبيه، وكان متفرغا للعبادة وللعلم وللذكر، وكان يربي أبنائه حوله ويحثهم على جهاد الصليبيين، فكانوا يقومون بالليل عنده يصلون وفي النهار يقاتلون. وكان هو يقيم بجوار القبة التي نصبها سيدنا خالد بن الوليد على مشارف دمشق عند حصار دمشق، يسموها قبة خالد، إلى الآن عملوا مكانها مسجد. ربنا يحرر الشام من كل فتنة. فأقام هناك إلى أن توفاه الله ودفن بجوار قبة خالد، وصار له مسجد يزار حتى أنه نسيت قبة خالد، وصار المسجد يسمى مسجد الشيخ أرسلان. وساعات يقولوا عليه رسلان، يقولوا أرسلان أو رسلان، وكثير من السوريين يسموا لهم رسلان أو أرسلان بسبب إيه بركة هذا الشيخ. واهتم وكتب له مؤلفات كثيرة، لكن أهمها رسالة التوحيد التي كتبها، وهي على نفس نمط منازل السائرين للهرم، وعلى نفس نمط الحكم العطائية لأحمد بن عطاء الله السكندري. فالحقيقة وحيدة والكل يشير إليها بكل لسان. يعني تقريبا هو كان معاصرا للإمام الهروي في هراء، اللي هو صاحب منازل السائرين اللي احنا بنشرحها في الأزهر، ونقلناها يوم الأحد إلى مسجد سيدي أحمد تطيف. وهي نفسها على نمط وروح الحكم العطائي، فكلها نمط واحد، لأن الحقيقة واحدة وكل لسان يعبر عنها بما يسره الله. فإن شاء الله نبدأ في شرحها اليوم بإذن الله. شرحها الرسالة دي، رسالة التوحيد، شرحها الشيخ زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المصري المدفون بجوار الإمام الشافعي، مات سنة 1500 هجري الشيخ زكريا الأنصاري، وعمر حتى جاوز 100، حتى أنه يعني أحفاده صاروا مشايخ كبار، أحفاده في العلم كانوا مشايخ كبار، وهو ما زال على حياته إلى أن توفاه الله في كمال عافيته الذهنية والبدنية، فلم يصلي قاعدا ولم يترك صيام رمضان أبدا طول حياته، يعني حفظ الله عليه عافيته إلى أن توفاه وجاوز 100 سيدنا زكريا الأنصاري، وكان شافعي، وكان شيخ للجامع الأزهر، وكان صوفيا، شرح الرسالة القشيرية، وصرح البردة المباركة للإمام البوصيري، بجانب طبعا شروحه في مذهب الشافعي وفي الأصول وغيره، وشرح أيضا رسالة التوحيد للشيخ
أرسلان الدمشقي في كتاب سماه فتح الرحمن بشرح رسالة الولي أرسلان، وشرحها أيضا الشيخ علي بن صدقة الشافعي المتوفى سنة 75 و900 من الهجرة النبوية في نهاية البيان في شرح رسالة أرسلان، وشرحها أيضا شرح الرسلانية لعلي الحموي المتوفى سنة 35 و900 هجرية، وشرحها أيضا الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 43 و100 و1000 من الهجرة في خمرة الحان ورنة الألحان في شرح رسالة أرسلان، بلغت شروحها حوالي 12 شرحا، والمطبوع منه قليل، ويمكن ما فيش منها ولا شرح في مصر كلها، المطبوع منه قليل جدا. فتحتاج موجودة فين؟ موجودة كان المطبوع كان سيدنا الشيخ يوسف البخور كان تبقى مخصوص. طب إذا كانت موجودة تشتري لي منها نسخة وأعطيك ثمنها وفوقها مثل ثمانية عمولة. أجيبها أنا يا دكتور. إن شاء الله إحنا نشرحها دون اطلاع على شروح غيرنا، حتى نشرحها كما نفهمها بغير تأثر من شروح غيرنا، وأنا أحب هذه الطريقة. يعني لما أحببت أن أنا أشرح منازل السائرين لم أريد أن أسمع شرح أحد فيها، حتى أشرحها كما أفهمها أنا، حتى لا يكون هناك تكرار. لكن على أي حال يعني كل هذا بمدد مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الذين والكل يستمد من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنبع الأسرار وترياق الأغيار صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه سيدي العارف أرسلان الدمشقي قدس الله سره، يقول: كلك شرك خفي، ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك. دي أول حاجة. كلك أيها الإنسان شرك خفي. لماذا؟ لأنك ترى أن لك حول وقوة، وأن لك إرادة، وأنك موجود مع الله، فكأنك اعتقدت أن هناك مع الله شيء. فيبقى أين التوحيد؟ التوحيد ليس مع الله شيء. فحتى لو قلت بلسانك لا إله إلا الله وأنت ترى نفسك وقوتك وحولك وتشعر بذاتك أنك منفصل عن ذلك، فهذا هو عين الشرك في الحقيقة، وإن كان خفيا لأنك لا تدركه، خفيا لأنك لا تدركه. تظن أن لك عمل والعامل هو الله، تظن أن لك ذكر والذاكر هو الله، تظن أن لك إرادة والمريد هو الله، تظن أن لك عبادة والمقوي إليها هو الله. فهمت؟ على شكل يقول: كلك شرك خفي، ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك، يعني بالتبري من حولك وقوتك، أن تعلم أنك لا وجود لك مع الله، بل وجودك به لا معه. فإذا علمت أن وجودك به لا معه بدأت بنفسك وانتهيت به. فهمت؟ بدأت لله وانتهيت بالله، فبدايتك لله اجتهاد منك ظنا أن الاجتهاد صدر منك، فيكون اجتهادك معلول وعملك معلول من البداية، حتى تكتشف ذلك بنور التوفيق، فتعلم أن الذي فعل فيك هو الله، والذي وفقك هو الله، والذي قواك هو الله، فتتبرى من حولك وقوتك، فتخرج عنك أي عن نفسك وعن إرادتك وعن قدراتك، فتعبده بالافتقار، فلا تعتمد على عملك. نفس كلام مين ابن عطاء الله؟ من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود إيه؟ الزلل. يعني نفس المشرب هو هو. يبقى كلك شرك خفي بالنظر إلى حولك وقوتك واغترارك بنفسك وقدرتك. إنما أتيت على علم عندي، مش الكفار قالوا كده، إنما أتيت على علم عندي. أنت تقول بلسان حالك ذلك، ولا تقول بلسان مقالك، تقول: أنا أعمل وأنا اجتهدت وأنا فعلت وأنا فهمت وأنا قلت وأنا 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 وأنا. أين أنا؟ لا يوجد أنا إلا الله،
لأنك لست موجودا مع الله حتى يكون لك أنا، بل أنت موجود به فلا أنا لك أصلا. وجوده فيك هو الذي جعل لك أنا، فالأنا الحقيقية هو القائم بك. فمن هو قائم على كل نفس بما كسب؟ فهم؟ وعشان كده يقول إيه؟ كلك شرك خفي، لأنك ما زلت تشعر بنفسك. يبقى هناك إثنينية، فهم؟ يبقى فين التوحيد؟ ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك. سيد إبراهيم الدسوقي يشير إلى نفس المعنى، يقول له إيه؟ وخذني إليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي، محجوبا بحسي. نفس المعنى، كل واحد يعبر عنها بطريقة. في الصلوات اليسرية في صلاة الباقي عبرت عنها أيضا بطريقة تانية. اللهم اجعلني فانيا في عين بقائك وباقيا في عين فنائي. نفس المعاني هي بتتقال بس بألسنة مختلفة. فهمت المعنى؟ كلك شرك خفي، ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك. سيدنا أبو اليزيد البسطامي في إحدى مواقفه مع الله ومخاطباته لله قال له لربه، يخاطبه بكله، فيقول رب كيف أجدك؟ قال فخاطبني مني قال اترك نفسك تجدني، وهو أقرب إليك منك. فهم؟ نفس المعاني هي معاني واحدة. فهم؟ فكلما أخلصت أيها المكلف، يعني يكشف لك أنه هو لا أنت. كلما أخلصت واجتهدت يكشف لك أنه هو الذي أخلصك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي أولاك، وهو الذي قربك، وهو الذي أوجبك من الأول وأمدك في أثناء الوجود فوفقك، فهو الفاعل. فكلما أخلصت، يعني خلصت أعمالك من رؤية نفسك فيها، يكشف لك أنه هو لا أنت. وعلى شكل قال إيه؟ العبد رب والرب عبد. هو حاول يعبر عنها بطريقة ملتبسة، ما مش كل واحد بيوفق في العبارة. العبد رب والرب عبد، فمن المكلف؟ لما وجد ان الفاعل هو الله على جوارحه، والذاكر هو الله على جوارحه، وانه لا وجود له باصل، فتعجب فقال العبد في مظاهر كماله ما هي الا مظاهر الربوبيه. ومظاهر الربوبيه في مظاهر الافتقار ما هي الا مظاهر العبوديه. وكأن الربوبية تنقبت في العبودية، والعبودية تحققت بالربوبية. فلما احتار قال الكلمة دي. فهمت ازاي؟ عبر عنها بطريقة ملتبسة، ليس كل ولي يستطيع أن يعبر عن الحقيقة بطريقة غير ملتبسة. لكن لما تعرف مشربه تعرف أن الالتباس زال، تفهم كلامه على طول. ليه بقى؟ لأن أنت شربت مشربه، فلما تشرب من بحره تفهم أنه هو يقصد معنى آخر. مش مسألة حلول واتصال وانفصال والكلام اللي ورد قاله. الحلول حلول إيه؟ الحلول إذا ظننت أن الله معه شيء يحل فيه. الحقيقة أن الله ليس معه شيء ليحل وينتقل. فهمت إزاي؟ فاللي قالوا أن الصوفية بيقولوا بالحلول ظنوا أن لهم وجود منفصل عن الله، فقالوا أن ربنا يحل في الإيه؟ ولكن هذا غير متصور عند الولي، وغير مقصور عنده، حيث أنه لا يرى موجود مع الله، وكل ما سوى الله موجود به. فهمت؟ فالمعية صفة الرب، والفناء صفة العبد. واضح؟ فكلما أخلصت يكشف لك أنه هو لا أنت. عشان كده سيدي محي الدين بن عربي قال إيه؟ قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا. سيدي محي الدين قال كده، قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، لأنه ما فيش أنا إلا الله. يعني الله من أهوى ومن أهوى الله.
لأنه فني عن كل شيء. فش كل واحد عبر عنها بطريقة إيه؟ مختلفة، لكن المعنى واحد، تشير إلى معنى واحد. فهم؟ فكلما أخلصت يكشف لك أنه هو لا أنت، فتستغفر منك يا لأنك به لا بنفسك. تستغفر من الاعتماد على العمل، تستغفر من الاعتماد على نفسك، تنتقل من الاعتماد على نفسك إلى الاعتماد على الله. فلا تكن مفتونا بنفسك، محجوبا بحسك، لأن هذا الذي تحسه فأينما تولي فثم وجه الله. فأنت بالله وكل ما سواه هو به سبحانه وتعالى، فاسأل الله من فضله. وكلما وحدت بان لك الشرك، كلما وحدت بان لك الشرك، لأنه أيقنت أنه هو مصدر الوجود، فمصدر الوجود واحد وصور الوجود كثيرة، ودي معنى وحدة الوجود عند السكوت، أن مصدر الوجود واحد وهو الله، لكن صور الوجود كثيرة متعددة، فصور الوجود متعددة والمصدر واحد، ده سموه إيه؟ وحدة الوجود. لم يقصدوا أن الله حل في موجود حيث أنه لا موجود إلا هو. فهمت المعنى؟ وعلى شكل بيقول إيه؟ وكلما وحدت بان لك الشرك، يتضح لك أن كل من رأى أن معه شيء لم يوحد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينه، هو أكبر شهادة. أكبر الشهود هي رؤية الله، فإن رأيت الله لا ترى معه شيء. فتجدد له في كل ساعة ووقت توحيدا وإيمانا، في كل لحظة أحيانا يردك إليك، فتجدد توحيد جديد فترد إليه، مع كل نفس يردك إليك، مع كل لحظة ضعف يردك إليك، مع كل لحظة افتقار يردك إليك، مع كل لحظة تغير أحوال يردك إليك. فباستمرار أنت تجدد وتخرج منك إليه في كل لحظة، فأنت مع كل نفس تحتاج تجدد التوحيد مع كل نفس. وعشان كده يقولوا من عبادة الصوفية عبادة النفس، مع كل نفس. فتجدد له في كل ساعة، ويقصد ساعة وقت لحظة، مش الساعة اللي هي 60 دقيقة بتاعتنا، لا، يعني في كل لحظة. فتجدد له في كل ساعة ووقت توحيدا وإيمانا، وكلما خرجت عنهم زاد إيمانك، وكلما خرجت عن مظاهر الوجود عنهم، هنا هي مظاهر الوجود، وكلما خرجت عنهم زادك إيمانا بأنه هو الموجود، وأنه هو القائم على كل نفس بما كسبت، وأنه هو الظاهر في المظاهر دون أن يتقيد بالمظاهر سبحانه وتعالى. وكلما خرجت عنهم زاد إيمانك، وكلما خرجت عنك، خد بالك، تخرج عنهم يعني عن كل ما سوى الله إلا نفسك، يزداد إيمانك. طب ويقينك لما تخرج عن نفسك بقى، طيب، لأن أنت نفسك من الأكوان. فكلما نظرت فإنما تولي فثم وجه الله زاد إيمانك. طب وكيف تتحقق باليقين؟ أن تخرج حتى عن نفسك لأنك من الأكوان. وعلى شكل بيقول وكلما خرجت عنهم يعني عن مظاهر الوجود زاد إيمانك، وكلما خرجت عنك لأنك أحد مظاهر الوجود قوي يقينك يا أسير الشهوات. ربنا جعل حجاب قيدك به بالشهوات، فصرت أسير بهذه الشهوات، تحتاج للطعام وتحتاج للشراب وتحتاج للأنس وتحتاج للزوجة وتحتاج للولد وتحتاج للثياب وتحتاج للمأوى وتحتاج للسكن وتحتاج وتحتاج وتحتاج، فقير من كل شيء،
وتحتاج للهواء لتتنفس، وتحتاج للأرض لتسير عليها، وتحتاج للنوم لتستريح، وتحتاج للماء فأنت فقير في كل أحوالك، فأنت أسير شهواتك. يا أسير المقامات والعبادات والمكاشفات، لمن تلهى في سلوكه إلى الله بمراحل الترقي، ففر من كون إلى كون، ففر من كون إلى كون. والله يقول ففروا إلى الله. يا أسير المقامات والعبادات والمكاشفات، أنت مغرور، أنت مغرور بتوهم وجود شيء معك، ده الغرور. أنت مغرور بتوهم وجود شيء معك، لأن لو كشف لك ما وجدت موجود إلا الله، فتصل لحالة يسموها حال الفناء اللحظي، لحظة كده لا تجد موجود إلا الله، لأنك وجودك مستمد منه. فلو تأخر مدد الوجود منه لحظة لعدت فناء لا شيء. فأنت في لحظات الإمداد تشعر بوجودك، وهذا وهم فإن ليس منك. وفي لحظات آنيات الإمداد، يعني بين المدد والمدد في آنية ولو لطيفة تكون فيها عدم، كل شيء فان، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، فيما بين لحظات الإمداد لا يوجد معه شيء. فهمت بقى المسألة؟ فإذا استشعرت بلحظات وآنيات ما بين الإمداد فنيت، وإذا استشعرت بتوالي الإمداد وجدت. فهمت ازاي؟ معلش كده بيقول انت مغرور، انت مشتغل بك عنه، انت مشتغل بك عنه. حتى في العبادة قاعد بتعبد علشان بتحب العبادة، قاعد بتقرأ القرآن علشان بتحب القرآن، قاعد بتصلي على النبي علشان بتحب النبي. فهمت ازاي؟ فانت مشغول برغباتك حتى في وسط العبادة. أنت بتعبد الله عشان ثواب العبادة، يعني بتعبده حاجة تانية، بتعبده علشان جنة، بتعبده علشان ثواب، بتعبده علشان تشعر بلذة القرب، تعبده علشان تشعر بسكينة التوكل والرضا والقوة بالاعتماد عليه. هذا أنت بتعبده بقى علشانك مش عشانه، لا، أنت لازم تعبده بقى. عشان كده يقول لك وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. سيدنا البصير، يعني تراعي نفسك لأنك قد تشغل بالعبادة عن المعبود، وتلتز بحلاوة الذكر عن المذكور. فهمت ازاي؟ اذكر لكن للمذكور لا لحلاوة الذكر، فإن حلاوة الذكر وحلاوة العبادة سم قاتل فيها يشغلك بها عن المعبود. فهمت بقى ازاي؟ فكل حاجة السم في الدسم، فلازم يكون عندك بصيرة. فعلشان كده بيقول له إيه؟ يا أسير الشهوات، يا أسير المقامات والعبادات والمكاشفات، أنت مغرور، أنت مشتغل بك عنه. أين الاشتغال به عنك؟ وهو عز وجل حاضر ناظر، وهو معكم أينما كنتم في الدنيا وفي الآخرة. إذا كنت معه حجبك عنك، وإذا كنت معك استعبدك له. كلما ردك لنفسك ردك للعبودية، فأنت مكلف، وكلما أخذك عن نفسك فأنت مع الربوبية، فأنت مشرف. فهمت؟ فأنت بين النظر لكمال الربوبية والنظر إلى فقر العبودية. فالعبودية عجز وغفلة وجهل، والربوبية غنى وعلم وقدرة. فهم؟ تحقق بصفاتك يغطيك بصفاته. كلما تحققت بصفات العبودية
كلما غطاك بوصفه تحقق بوصفك ونعتك ليغطيك بوصفه ونعتك. تحقق بالعجز فيقدرك، تحقق بالجهل فيعلمك، تحقق بالفقر فيغنيك. على شكرا بيقول له ايه؟ بيقول لك اذا كنت معه حجبك عنك. من وجد الله وجد كل شيء. واذا كنت معك يعني مع قدراتك استعبدك له. قال لك خد بالاسباب بقى. قال لك خد بالاسباب، ما انت مع نفسك. عايز تجيلي قوم هم، وقف صلي وصوم وذهب للمسجد وتحرك وجاهد الاعداء. فهمت بقى ازاي؟ طول ما انت معك يعني مع نفسك مع عبوديتك وجدت الشرع يكلفك. وكلما كنت مع الله غبت عن ذلك كله فكنت به. ولذا الذي مع نفسه يقاسي شدائد الشرع والتكاليف، واللي مع الله لا يشعر بصعوبة التكاليف. عشان كده يقول لك رفع عن التكليف. اللي هم مش فاهمينه معارفين اللي بيعادوا الأولياء مش فاهمين، اما يقول لك الولي انا رفع عني التكليف يعني مش رفع عني التكليف بالشرع ان انا ما اصليش، لا يعني معناه ان انا صرت اصلي بالسجية كأني اتنفس لا اشعر بعناء الصلاة. يعني رفع عني التكلف في العبادة، صارت العبادة عندي سجية كالنفس يدخل ويخرج. انت بتعاني خروج ودخول النفس، بتعمل حساب دقات قلبك؟ تقول لي قلبك دق الوقت وما تدقش، ولا هو بيدق سواء انت نايم او صاحي او ناظر له او غير ناظر له؟ فهو لما يعبد الله بالله يرفع عنه التكليف في العبادة. يعني ايه؟ يعني لا يشعر بكلفة العبادة ولا بمشقة العبادة لأنه يعبده به وهو قادر. أما إذا عبدته بنفسك عانيت مشقة التكاليف، تيجي تصوم تعاني الجوع، تيجي تصلي تعاني طول الوقوف ومفاصلك توجع وظهرك يوجع، تيجي تقرأ القرآن تعاني اضطراب النفس وجففان الريق والملل وتنميل الأعضاء وتغيير الحركة. فهمت ازاي؟ لأنك بتعبده بك. فلما تصل لمرحلة تعبده به يرفع عنك التكلف والتكليف والمشقة فتصير العبادة فيك سجية. انظر لكلام نبيك يقول جعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلاد، يعني مفيش عناء. فهمت بقى؟ ادي معنى رفع التكليف. مش رفع التكليف يعني ما يصليش. اللي يقول ما يصليش ده يبقى ايه؟ يبقى زنديق. وهم ما قالوش كده، ده كانوا اكثر الاولياء، كانوا اكثر الناس عبادة لله. اللي بيقول رفع عن التكليف لما تشوفه تلاقيه اكثر الناس عباده واكثر الناس صلاه. يبقى بيقصد ايه؟ ما يقصدش التكليف يعني التكاليف الشرعيه، لا، التكليف النفسي عندما اجاهد نفسي لاعبد الله. صارت عباده الله عندي سجيه، طبيعه تسير في مجرى النفس. علشان كده اهل الجنه يرزقون التسبيح كما ترزق انت النفس في الدنيا. النبي بيقول كده، ذكر الله عند أهل الجنة مع كل لحظة بدون تكلف. اللي هو عبر عنه أحمد رامي وغنتها أم كلثوم، رأيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي. نفس التعبير نفس المعنى بس باللغة المصرية العامية. ليه أنت بتضحك؟ ما هي دي نفس المعاني. لقيت روحي في عز جفاك يعني في عز انشغالي عنك. الكاف هنا كاف الخطاب مش فاعل، مش هو اللي جفاني، ده انا اللي جفيت. لقيت روحي في عز انشغالي بنفسي عنك بفكر فيك وانا ناسي. فهمت ازاي؟ اللي هو اللهم زدني فيك افتتان بك افتتان. فيصير ذكره فيك سجيه بحيث انك انت في لحظه غفلاتك تنظر لنفسك تجد نفسك ذاكر. فمالكش غفلات بقى، ما بقاش لك غفلات خلاص. فصار الذكر فيك بلا تكلف، وده معنى رفع التكليف. فهمت بقى ازاي؟ اللي ما فهمهاش ابن القيم ولا فهمها ابن تيميه ولا فهمها الوهابيه، وقعدوا يشتموا في الاوليه. ليه ما فهموهاش؟ لانهم لم يذوقوا هذه المقامات.
عانوا معاناة التكاليف حتى ماتوا، فلم يرتقوا إلى أن عبدوا الله به، بل عاشوا إلى أن ماتوا عبدوا الله بأنفسهم. فإذا وكلك لنفسك وكلك للضعف ووكلك للعجز، فإذا صرت عاجزا وأنت مكلف تعاني التكاليف، فهم؟ أما إذا قام بك خلاص رفعت عنك كل المشقة، رفعت عنك كل المشقة. فهمت بقى يا سيدي؟ نفس المعاني هي هي، يعبر عنها ده بالطريقة دي، يعبر عنها بالطريقة دي، يعبر عنها بالطريقة دي، فالحقيقة واحدة ويشار إليها بكل أسلوب مختلف. ليه؟ لأن أنفاس الأولياء مختلفة، كل واحد ليه نفس في التعبير ومذاق، لأنها مذاقات، فكل واحد يعبر عن مذاقه بالأسلوب اللي ربنا ييسره له على حسب أصلا قدراته اللغوية برضه. فهم؟ فهو بيقول لك هنا إيه؟ إذا كنت معه حجبك عنك، وإذا كنت معك استعبدك له. الإيمان خروجك عنهم. ما هو الإسلام إيه؟ الانشغال بالتكاليف، تصلي، تصوم، تحج، تزكي، ده الإسلام. طب والإيمان؟ إن تجعل كل الأعمال المختلفة دي لله، لجهة واحدة. فبيقول لك الإيمان خروجك عنهم، يعني عن هذه التكاليف، فلا تنشغل بالتكاليف عن المكلف، ولا بالنعمة عن المنعم، ولا بالبلاء عن المبلي، ولا بالعطاء عن المعطي، ولا بالضر عن الضار، ولا بالنفع عن النافع. فأنت لست عبد النعمة، أنت عبد المنعم. فهمت؟ الإيمان خروجك عنهم، الإيمان خروجك عنهم، واليقين خروجك عنك. يبقى الإيمان إنك أنت لا تنظر إلى أي شيء سوى الله، بس أحيانا الإنسان يعتبر إن كل شيء، كل حاجة في الأكوان إلا نفسه، ينسى إن نفسه من الأشياء، فلما يصل لليقين يخرج حتى عن نفسه. يبقى طول ما هو مؤمن يخرج عن سواه، فإذا وصل لليقين خرج حتى عن نفسه. يبقى الإيمان خروجك عنهم واليقين خروجك عنك. يعني إيه؟ إحنا امبارح لسه بنقول في المنازل وملاك ذلك كله كسر العوائد، مش قايلين كده في آخر باب اليقظة؟ هو نفس الكلام. تخرج عنك، يعني عنك إيه؟ أنت مجموعة من العادات والعوائد والطباع والاهتمامات والآمال والشهوات والرغبات، انت مجموعة من الحاجات دي كلها، فلابد انك انت تخرج عن هذا كله بأن تخرق العوائد فتخرق لك العوائد. فهمت بقى المعنى؟ والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد النهاردة، وكل جمعة نكمل شوية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.